نكلم عمرو محمود ياسين يلا الكاتب اللي بجد والله منورنا دلوقتي، ونعرف رأيه فيك صراحة وعلى الهوا بعد ما يلا جسدت وترجمت الورق بتاعه لصورة حية على الشاشة. النجم برضه، ونحب تاني ليه عمرو محمود ياسين. أهلا أهلا، ازيك يا انتي عامله ازيك ايه؟ عمرو؟ انا مش عارفه بجد، انا عايزه احتفل لكم يعني بشكل شخصي. طبعا انا المسلسل ده حبيته قوي، فانا بحتفل بيه لوحدي وعايزه احتفل مع الناس، مش عارفه اعمل ايه. احنا سعداء ان انتي مبسوطه طبعا، وانا يمكن كنا برضو عملنا حاجه سريعه مظبوط، كده انا وانتي في في رمضان. رمضان. ومبسوط قوي قوي بنجاح كريم وبنجاح العمل طبعا كله، لكن بما ان كريم اللي موجود معاكي فانا عايز اقول لكريم، ازيك يا كريم الاول حبيبي عامل ايه؟ انا كنت مستنيك تسلم عليا يا عمرو. حلو يا حبيبي. عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله الحمد لله، مبسوط قوي طبعا بالمكالمه بتاعتك دي يعني. حبيبي وبعدين حبيبي احنا بنتكلم انا وعمرو يعني على التليفون في على طول طول الوقت، طول اكيد. الوقت طبعا، بس يعني حلوه المكالمه اللي على صحيح الهوا دي. احنا لما الله كلمناه حبيبي. بقى في رمضان كان لسه بيكتب، وقعدت اقول له والنبي يا عمرو غششني، قول لي ايه اللي هيحصل. كان في الوقت بقى اللي مثير جدا للجدل، غالية هترجع لطالقها وابو بنتها ولا هتروح لمراد؟ ده انتوا قلبتوا الدنيا، فاهم؟ وفي وقت من الاوقات اكيد انت يا عمرو وانت بتكتب كمان كان صعب قوي، لان هنا بنتها وهنا حبيبها، طبعا المسألة فصعبة. صعبة، طبعا صعبة بس مش صعبة قوي، لأن أنا كان فيها حاجات أنا أوريدي خلاص فكرت فيها من بدري وحاسمينها من بدري، يعني من بدري مثال كريم حتى يقول لك إحنا من بدري حاسمين الأمور دي هي هتروح فين. بعض الجمهور كان متصور إنه بسبب الآراء على السوشيال ميديا ممكن نكون إنك غيرت غيرنا النهاية بالظبط. إطلاقا، طبعا دي حاجات متفق عليها كان من يمكن أول ما ابتديت خالص، ولما جينا قعدنا أنا وياسمين وكريم وشريف اتسالت السؤال ده هي هتعمل ايه؟ فقلت له وقتها لسه مش عارف وبتاع وهنشوف، ولكن بعد شويه صغيرين جدا خلاص الامور كانت بالنسبه لي واضحه جدا يعني. انا بس عايز اقول حاجه سريعه عشان ما اضيعش الوقت على ده كريم. تتكلم براحتك يا عم، في ايه؟ احنا قاعدين حبيبي. ساعتين. انا بس عايز اقول انه فعلا طبعا انا لمست النجاح الكبير قوي للعمل الحمد لله، الحمد ولكن لله. انا دايما لما مثلا حد بيسالني بيقول طب انت مثلا ما بتعمل حاجه بتنجح ازاي وكذا، انا بقول ان الاخلاص هو اهم حاجه كضمانه لنجاح اي انسان في عمله، يعني اي عمل هنخلص فيه بجد هننجح حقيقي. ولذلك احنا في ونحب تاني ليه الكل اخلص، وانا هفكر كريم بلحظه كده لو تفتكر يا كريم المشهد اللي انت المفروض انت وعلا رشدي وبتبلغك فيه بتقول لك ان خلاص كاتب كتابها حصل مع عبد الله وكده، فاكر لما انا جيت طبعا. لك كده قبلها وقلت لي حط ايدك ايوه على قلبي؟ ايوه طب احكي ايوه احكي. احكي طب عايزين نعرف احنا كمان، يعني ده بينك وبين انا كريم، احنا كمان عايزين لا نعرف ايه طبعا اللي حصل. كنا المشهد ده كان صعب طبعا. بص احنا عايزين نعمل كل حاجه حقيقي، يعني كريم عايز يعمل كل حاجه حقيقي، انا عايز اكتب كل كلمه حقيقي، ياسمين عايزه تمثل حقيقي، كلنا مصطفى فكري عايز كل لقطه حقيقي بجد، ده كان مشاعرنا واحاسيسنا. ففعلا انا كريم قبل الشوط ده ما يصوره على طول فبقول له ها وبنتكلم مع بعض والدنيا ايه وبتاع، قال لي حط ايدك على قلبي، فحطيت لقيت قلبه تك 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 بيضرب جامد جدا جدا، الواحد عايش المسلسل بشكل كبير. لمجرد ان هو حاسس ان هو مراد سويفي دلوقتي وبيسمع خبر ان حبيبته صعب بتتجوز أوي. واحد تاني وكذا وكذا، ففعلا المساله مش مساله تمثيل بلا كده، لا ده في مشاعر واحاسيس ممثل جوه شغال شغال لدرجه انه بيتاثر فعلا. فعلا انا حطيت لقيت ايه ضربات قلبه رهيبه، فقصدي اقول ان الاخلاص ده في الشغل هو الحمد لله اللي خلانا شكلنا صادق وطلعنا الحمد لله الناس اتبسطت بيه ده يعني. كريم كان بيقول ان احلى حاجه في المسلسل ده كان في بساطته، ما كانش اللي هو يعني ما كنتوش في ناس بتحاول تلوي الحاجات عشان يطلعوا منها، فاهم قصدي؟ ولكن انت زي ما بيقولوا دايما بيقولوا يعني simplicity is mother of beauty، ان البساطه هي ام الجمال. فيمكن هو ده، ان الكلمه حتى حواره بينه وبين ياسمين والحوار كله حتى مع ايمان السيد زي ما كنا لسه بنقول، ومع يعني مع كل الابطال حوار بسيط، حوار تحس انه فعلا من البيت المصري المتوسط، ان هو بيخش وبيعاكس دي وبيكلم يعني حوار يخش القلب. احنا لازم دايما الواحد وهو يعني لو عايز يوصل للناس لازم يقرب لهم، ما انا مش هينفع اقرب للناس واوصل لهم الا اذا كنت
بستخدم مفرداتهم، بقول جمل هي بالنسبة لهم تكون جمل معتادة، بيسمعوها بيعرفوها بيحسوا بيها. إنما لو تقعرت عليهم يعني والمسألة مش محتاجة، هو هينفر، هيحس إن الكلام ده مش بتاعه، مش ليه، مش موجه له، الناس دي مش شبهه. فطبعا البساطة في كل حاجة، حتى في الأداء، إن الممثل ما يجيش يأدي المشهد إنه علشان أنا بممثل كويس قوي لازم اصرخ واعيط، لا، ده ممكن بنظرة، عارف ممكن الميزة بكلام. كمان في المسلسل ده ايه يا عمرو؟ بجد هقول لك، بقول لكريم بجد، انه ما كانش فيه صوت عالي. طبعا يعني ده انا عارف ده ده بجد، عارف يعني انا عايز اقول لك على وده حاجة، في ناس من كلامك ان في ناس فاكرة ان الصوت العالي والتبريع هو ده بقى، انا كده لا، ما عشان كده زي ارجع تاني لجملة كريم، ان هو عشان كان بسيط ما فيهوش افوارة. وهو برضو لازم كل حاجة تبقى في مكانها، كل ما يكون كل شيء، ما أحيانا ممكن الموقف الدرامي يستدعي إن الواحد طبعا يزعق أو صوته يعلى، لكن طبعا ما يبقاش هو ده النهج، إن هو ده إن عشان أنا بقى ممثل جامد فأنا هزعق بقى، لا مش هي دي. هو أنت الموقف هنا الدرامي إيه؟ الممثل الكاركتر اللي أنت بتعمله ده، هل هو أصلا من طبعه يزعق؟ هل هو ده الموقف اللي المفروض يزعق فيه؟ هل المكان اللي الشخصية واقفة فيه ينفع يزعق فيها بصوت عالي؟ يعني في ظرف الزمان وظرف المكان مهم قوي للممثل انه ياخد باله منه عشان يبقى عارف هو بيعمل ايه. عايز اطول والنبي انجح اكتر من كده؟ طب انا هقول لك على حاجه، طب ما انت جنبنا ما تيجي. ما تقوم تيجي، قوم تعالى بجد. طب انا عايز اسالك سؤال دلوقتي، هو كريم فهمي ترجم الورق اللي انت كتبته بنسبه كام في الميه على الشاشه؟ قدر انه يوصل؟ والله بس انا مش عايز لان في اجامل، ممثلين، مش لا عايز لا ابندى جامل، لا مش بس مجامله على بامانه فكره، هقول لك على حاجه مش مجامله، لان هو وصل للناس، يعني هو كريم وصل فعلا من خلال انا ما شخصيه مراد كنتش، السويفي. انا هقول لك باختصار، ما كنتش احلم بمراد السويفي احلى من كده، يا خبر ابيض. احلم بقول لك يا احلى عمرو، من كده. ممكن نعم. تقفل بقى عشان اقعد اجامل فيك شويه، لسه هتكلم عليك شويه. طب بس انا بس عايز اكد على طب صدق، قول. على صدقي في فعلا الجمله دي، عارف انا والله، صادق جدا جدا في خلي بالك الجمله دي. عمرو انا عرفته وهو معانا كده على الهواء، هبقى اتكلم عليه على كانه انت قال هو. تعرفه في المسلسل، ما كنتش تعرفه قبل لا كده. لا لا احنا بقينا اصحاب بعد كده جدا، بس عمرو مش مجامل. ده خالص خالص اه خالص. انت عارفها اكيد، طبعا يا عمرو نهار مش ابيض، مجامل، يعني طبعا عمرو لو مش مبسوط مش هيتكلم اصلا، خالص. انت لا فاهم لا لا قصدي ايه؟ فاتكلم براحتك انا مصدقك. انا مصدقاك جدا، لان عمرو على فكره كمان مش عايزه اقولها، مش انف قوي، بس هو فعلا يعني ملوش في الحاجات دي، يعني اه اه يا بالظبط لا لا، يعني بالظبط، مش كده يا عمرو؟ ده انا حقيقي ممكن احكي وحقيقي. لك حاجات يا عمرو بس مش دلوقتي. لا لا انا بجد بجد كريم فهمي وكل الفنانين طبعا حياتهم عملوا شغل عظيم جدا، ولكن بما ان احنا بنتكلم عن مراد سويفي اللي هو احد اهم اسباب نجاح هذا العمل، حبيبي شخصية ربنا مراد يخليك، سويفي وأداء كريم فهمي لشخصية مراد سويفي، محدش يقدر ينكر ده ربنا يخليك يا أبدا، عمرو، وإلا يبقى يعني مش معانا. شكرا لا بجد والله، كلام كبير يا عمرو والله كمان حقيقي. كريم، ما شاء الله، يعني أشكرك جدا على اللي أنت أضفته للعمل ده بجد، يعني لا انا اللي بشكرك بشكرك على يعني على كجمالك الشغل ومسلسلك، ده وطبعا يا رب دايما كده بنجاح يا ان شاء حبيبي، الله يا رب وحبيبي على حبيبي. ضيعتلكم وقتكم يا لا رب. خالص بالعكس خالص خالص، مكالمتك مهمة، وانت العمود الفقري ده بتاعه، حقيقي، ونحب تاني ليه، انت العمود الله الفقري، انت يسلمك الاساس، انت الورق، انت الكتابة، انت السيناريو، انت كلنا الحوار الحمد لله كملنا بعض بشكل بجد. محترم الحمد لله. طب العمل كده بعد ما خلص، اكتر مشهد زي ما بيقولوا عجبك وكيفك جدا كمؤلف ما شفته على الشاشة، اني مشهد لا في مشاهد كتير قوي بصراحة، اديني كده examples. بس هو في طبعا مشاهد خاصة بالحلقة الأولى بالذات ما بين عبد الله وغالية، كانوا كويسين قوي 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 قوي، ودول كانوا الحقيقة المشاهد دي الأداء العظيم جدا لياسمين وشريف فيهم، كانوا هم اللي حطوا المسلسل على التراك صح صح حقيقة، يعني صح هم اللي شاوروا على المسلسل وقال للناس خلي بالكم في مسلسل مهم اهو وقال اسمه كذا. فالمشاهد دي انا ما بنساهاش. كتير بقى من مشاهد كمان كريم وياسمين، في مشاهد مهمه جدا كتير جدا، وفي مشاهد بينه وبين الاب مهمين جدا، الأب كان رهيب. في شغل كتير دكتور محسن بصراحه، صبري يعني فظيع. مش عايز يعني بص عشان مش جاهز برضه، يمكن لو كان عندي وقت كنت شاورت لك على المشاهد واحد ورا الثاني هتنورنا قريب إن ان شاء شاء الله الله، باذن الله. ولسه في جديد ولسه بنكتب، ما تعمل لنا جزء تاني؟ طيب بقى حلقة اتجوزوا بقى خرافية وبعد كده جزء تاني المشاكل فين بانت بقى. بقى؟ ايه رأيك؟
انا جيت بعد يومين كده من المسلسل ما خلص، كنت كاتب لهم يا جماعه بعد الفرح مراد وغاليه اتخانقوا واتات له الضبط، لا زعلوا مني جدا. يلا على خير ان شاء الله، وبالتوفيق يا كريم، وبالتوفيق لك يا انجي، ميرسي وميرسي قوي يا جماعه. حبيبي ميرسي عمو، ميرسي شرفتني ربنا المؤلف يخليك. عمرو محمود ياسين، شكرا وسلامنا للعيلة كلها. يا باي باي يا حبيبي، باي باي باي.